صباح الخير. اه صباح الخير. اهلا واش راكم؟ صباح الخير. لاباس؟ لاباس لا. وسيخونا هذاك روان على حساب شوفه ما جاش ما شفناهش. شوفي الخو هذه بيناتنا هذا السيد هذا بيسمط بزاف ويلزمنا نتهاو به كيما العاده. البارابول نسى في وقته. مالا البارابول نسى في وقته؟ مالا حنا تاني نساو في لابيري. هلا تبعونا. لاباس لاباس لغارية بصح راك دخل دخل امريكان اسي الخرجة هي درا كيفاش داك شغل القط يطيح دايما على رجليه. اما نقول لك رد بالك كاش نهار تقيسك السجاجة. اوا ما تخافش عليا دايما نضف طريق. نوريك واحدة تشوف هادي عندها شحال صور هادي شنو وزير. وي كنت هذا مصباح حوت عليك حمد تكاو تعفن عليك يا زرب زرب. ايوا واش يحب عندي هذا ثاني واش اربع ليا الكبده ولا كيفاش؟ ماشي هو خويا بوزيد المرضى هما اللي توحشوك عندهم اللي يزورهم. اسمع لو كان تقول لي دافيرا ولا بي ماشي خير. ها قول لك حاجه بوزيد الخير يجي بالعمل. اي اي عندنا مريض ندوه الفحص. شوف روحوا سبقوا نتوم داداك يروح يدير لها قهيوه في لاكونتين وبعد حق هكذا. هاي راه كونتين على حسب كلامك بوزيد مازال في عوايده. انا كي قلت لك نهار كامل اعطي له تلفزيون ما تخافش عليه. ماشي حق عليه يخليه خدمته وهذيك الشهريه كيشدها مليح. انا والله ما نلومه نلوم المسؤول اللي خلاوه يدير رايو. وراك يا عائشه خالتي اشكون اللي راح يراقب الاخر؟ هذه كاع جايه من بعض المسؤولين اللي ما عندهمش حتى كفاءه. هاد الصبحه برك قلت له دي معاك قفه باش تقضي. تعرف ما قضى حاجه للدار مش راح حتى حاجه. نقول لك علاه اخاتش نهار كامل مخو يخدم بزاف. الدار داري وانا مولاها واللي غير مني يرمي روحو من قاع الصور. نشفوه الناس كيما انت ما قعدوا فيه ني السيادي والحوت راح معاه ما سكنوا فيه الفرياني. مليح يا لالا رجعتي تفني يا واش وليتي بلده ما ضبط القصبه يا ما فيها ني بلداني بير جباح. اسمع ماكش حتعطي لي درس في الاخلاق. هيا هيا قيليني ارحم باباك وخليني نشوف تلفزيون تروكي. صح شوف تلفزيون هكذا بلك تسمعني مليح. هاك وليت عبيد التلفزيون. صار هكذا اما لا درك نشوفو. وانت يا لالا نسيتي روحك اللي تموتي على المسلسلات المصريه. ها هاو تزوج هاو تلق سيدي العمده باش مهندس الدكتور. انت فيك غير المعايره مش حبيت لي ندير. وش ديري تعاملي مزيه قيليني روحي ديري شغلك في الكوزينه وخليني نشوف تلفزيون تروكيل يرحم باباك. على حسابك انا مخدومه غير الكوزينه والحصص الباسله هذيك تاعكم. اسمعي يلا يرحم باباك راني ميت بالشر شوفي لي كاش حاجه ناكلها. تاكل لما دير المارشي. وعلاش وش اللي قديته كامل وين راه؟ هذيك عندك الحق بصح عندها اربع ايام. كيفاش؟ ايه الوقت راه يفوت يجري يا وعلاش يا لالا ما رحتيش انت بنفسك للمرشي؟ ها يا اخي انت اللي قلتها بفمك روحي وين حبيتي المرشي لالا همالا روح تقضي انت. انا راكي متحقه وعلاش ما بعتيش واحد من وليدات الجيران يروح يقضي لنا وخلاص؟ شكون الناس هربتهم كاع من عندك كل واحد تشك فيه ما قعدك لي صاحب لا حبيب. كما قالوا ناس زمان ما تخاط النخاله ما ينقبوك الدجاج اهل النميمه.
النهار كامل وهما يقطعوا ويمنشروا. بوزيد مرفه، بوزيد عنده بارطما، بوزيد الشباب خلوس عليه، بوزيد طلع، بوزيد هبر، بوزيد مشى، بوزيد راح. علي قيلينا يرحم باباك. راك غلط، بالك يقولوا حوايج واحد اخرين. بصح ما ظنيتش انهم يقولوا باللي بوزيد عنده الدراهم ولا بوزيد الشباب. يسمى حبيتي تقولي خديتي راجل مزعوق. لا لا يا راجل، خزي الشيطان الله يخزيه وينعلو. الفايده ماشي في الزين، الفايده في عيل هما الصح. ايه لمن تحكي هادي. هيا هيا روحي جيبي لك اش حاجه ناكلها صحه. تاكل لما تقضي، انا رايحه لكوزينتي. دوك راني فهمت. دوك نقول لك حاجه، على بالك والله غير من نهار اليوم راح نمنعك باش تشوفي التلفزيون مده يومين. ولا ما عجبكش الحال يا لالا، ما عليك غير تطلبي طلاق. مازالك في طبيعتك، انا رايحه. شوف يا سيم، نقول لك حاجه، انا ما رانيش عارف واش راك حاب دير، بصح انا قررت ناخذ موقف صحيح. انا راني فاهمك ونحترم الموقف تاعك، بصح عطوني فرصه الاخرانيه. واش من فرصه؟ انسان ما يحشمش على عرضه. تحب نزيد نقول لك راك حي وراني حي، يزيد يعاودها. مال هنا لازم ناخذ الاجراءات اللازمه. هذه هي مويم، هو يصدع فينا بالتلفزيون تاعو، وزيد يخير الوقت اللي الناس ترقد فيه. اوه خويا ياسين، هذا جارك، ما تنساش بلي هو حر في حياته. اوه صحيتو يا جماعه الخير، كيفاش؟ سلام ابو زيد، شراكم لاباس؟ والله غير هي يا اخو. كيفاش؟ واش مكيفاش خويا ابو زيد؟ نكونوا ملاحنا اللي تبطل علينا الهماجي اللي راك دير في النهار كامل، وانت هايليك 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 بزاف خويا ابو زيد. علاش؟ كاش نهار جيت لطبطب في باب دارك ولا كيفاش؟ يا ابو زيد صحيح ما طبطبتش في باب داري، بصح على الاقل احترمنا. عرف يا ابو زيد، لو كان جيت تنقص شويه من الصوت تاع التلفزيون تاعك، والله واحد من الجيران ما يشتكي. انت على الاقل ظريف وعاقل، تعرف تهدر. شوف خويا ابو زيد، نقول لك حاجه، انت معاك ما كان ني عقله ني ظرافه. وتحب نزيد نقول لك، انت ما راكش تاع خدمه وفنيان ونهار كامل وانت مع التلفزيون. راني نشوف اللي وليت بياع. مبروك عليك صنعه جديده. صار هكذا، اللي يقول صح ولا بياع. دوك نوري لك انا سي ابو زيد. تهدموا يا الخاوه، نعلو الشيطان، واش بيكم؟ او وليتوا دراري ولا؟ اسمع، انا ماني طبيب ولا والو، انا فارم ليبر، واللي غيدك انت احميه. جاب له ربي راسك وحده. وليتو دراري ولا واش؟ ايوا انت تاني. علاش انت راك تعطيني في الشهريه يا ابو زيد؟ نعل الشيطان، الشهريه لازم تستاهلها، ما تخليش الحكومه تصدق عليك. يا كريم، لازم تكون عنده قبل روح الكرامه. نهار كامل هو يحوس على الشهريه، فيرا وما فيرا وش، وزيد تاني تحوس على روتريت. ايه مبروك عليكم يا وليتو تعطيو الدروس والاخلاق. احنا مالنا الا بشر خويا العزيز. ايه العاصمه خرجت عليكم يا، رجعتم محامين وتدافعوا على الهجاله واليتامى. اما لا ارفعوا علي قضيه. يا اخي عباد يا اخي. لازم نحيلوا الطبيعه اللي تخليه نهار كامل قدام التلفزيون. ها هو كاش نهار يصالوا حاجه مع جيرانه ولا حتى في خدمته. بصح كيفاش ندير؟ اللي فما فيها وين؟ راني بلوكيتها، وش هو شي دير؟ يمينة يمينة، السلامة يا لالا، راني جبت لك باطا حلوة هايلة. شدي قل جبتها لعمرك ماشي ليا. وما تنساش جيبي لي قهوة كيما نحبها. الله الله، وثاني زيدي شبحي لي طبسي بالحلوة. اسمع، ماشي هذا هو وقتك باش تروح تخدم؟ وعلاش؟ السبيطار راح يخلق على جالي. هيا قولي لي حبابك.
الى غبت نهار ولا يومين علاه رايحه تخلى الدنيا؟ لا لا مانيش نقصد نقول هذا الشيء، بصح من المفروض اذا خديت مرتب معين عن عمل ما لازم تحترم هذا العقد اللي كاين بينك وبينهم، وهذا واجب. ايه لا لا ولا تعرف البوليتيك يا هيا هيا ما تزعفينيش، روحي ديري واش قلت لك. والله ما تليفون مو يمينة يمينة وش بيها يبى التلفزيون اليوم؟ أيوة جاوبيني ولا لازم نوحي عليها؟ ما على بالي بوالو، وش بيها؟ أيوة هذه حلوة بالصح، أنا نطرع عليك سؤال وانت جاوبيني بسؤال واحد آخر. ما رانيش تقنية في التلفزيون. على بالك من مقبل وانا نعبص ما حكمت والو. واه واه وش بيها؟ معلوم على خاطر نتا والو. يسمى اليوم نبقى بلا تلفزيون معلوم يا لالا معلوم، لو كان جيت مقله ما ناخذ مرا كيما انت. ما تزعفش يا راجل، هاك الكابو تاعي. بصح قول لي من وقتاش وليت انت تفهم في التلفزيون؟ اسمعك تاخذ رايي، غير تجيب لك شي واحد متخصص ولا تقعد في يدك هاك تكسرها. اسمعي يا مراه، يلزم انت وانا نكونوا اقتصاديين بزاف. شوفي علاش ما تروحي تشوفي وليد خطق الدور تجيبيه يخدمنا تلفزيون، هكذا ما نخلصوا والو وفرات. كي العاده خم غير على نفسك. هيا قولي لي رحم بابك والفاميليا علاش تليق؟ خلاص يا سيدي راني موافقه، دوك نروح نشوف وليد جارنا نديه معايا نروح نجيب قضون ونولي هكذا. روح دوكا. ايه روحي 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 روحي. ما ديدو واش غير الخير؟ صح ابو زيد صحيح، والله غير كنت على بالي بلي نلقاك لهنايا. ايوا عادي خير منهم كامل. علاش دوك انت عندك مشكل الا صبتني انا في داري؟ ها المشكل وراه؟ ايه المشكل هي بلاصتك راهي في السبيطار اليوم، واقيلا نسيت اللي اليوم بلي دارت العشاء. اسمع ما عندك حتى دخل فيا، سمعت؟ وزيد بزياده ماشي انت اللي راك تعطيني في شهريه. يا خويا ابو زيد ما تنساش بلي رانا جيران، لازم نجي نقول لك بلي عندك المرضى وهم يتسناو فيك. اسمع يا السي، الى غادوك المرضى علاش ما تروحش تخدم انت في بلاصتي؟ ها هنا راني معاك، ولا نخدم في بلاصتك راس الشهر نخلص في بلاصتك. شفت كيفاش انت تاني ما تفكر غير في مصلحتك. فات ساعه انت اللي راك خدام، تعمل مليح تروح، المرضى وحدهم يتسناو فيك. والله ما بقات قاعده معاك كاع. اوه على سلامتك الدور. واش راك بوزيد؟ لاباس عليك. مرحبا يا سيدي. مرحبا. اسمع الحقا شي سحق عندك جارك يا ودي؟ جاي سقسي باكي دابيره ولا بي هذا ما كان. واش قدور زعما تقدر تخدمنا تلفزيون هادي؟ علاش لا يا سي بوزيد، ما راه غير اله ونكشفوا على مرضها. ايه روحوا نشوفوا. بصح على بالك بارابولي سلبتها لي وطلعت ثاني زاد طاح طومبان. بون على كل حال تخدم ومن بعد شويه راني نرجع. وينك رايح؟ رايح لخدمتك. ايوا بدلي لاكاسيت يرحم بابك، بدلي لاكاسيت، عندي موعد مع صحابي في القهوه صباح هكذا. دوك مشوش بها الاله. قدور حاب نقول لك حاجه. في الحقيقه انا ودي واش التلفزيون ما بها والو. كيفاش ما بها والو؟ اروحي فهميلي كيفاش. انا اللي خلطت شويه برك فيها. وعلاش تخلطي فيها وعلاش شتي تقنيه؟ شفتك مره اللي فاتت كيفاش خدمتها، مالي غير درت العكس. ما غادرش بوزيد، حبيت نعطيلو الدرس باش يبطل هذه الطبيعه نهار كامل قدام التلفزيون. لا لا حتي لازم برا على مره يلاح على خاطرو او خلاه خدمته هو الجيران، هذا هبل ماشي تلاهي. لهذا الحد راني نشوف تقريبا كاع لابياس وحده ما راهي في بلاصتها، ودوك انا كيفاش راح نعمل؟
اسمع زقمها لي ودير لي قالتين. حبيت نقول لك دير لي دوشان. انا فهمتك يا خالتي، حبيتي ندير لك، حبيتي نعطي لي شان اخرين هكذاك وبعدين نشوفوا. انا فهمتك فهمتك، حبيتي ندير لك اللي شان تحبيهم انت. هي اسمع دير لي قناه تاع الجزائر وداني ودير لي تياتر وما زدلكش ام بيسي. لا 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 يكفي هاد الزوج. بصح خالتي وين الحيله وين راهي الفايده تاعها؟ هكذا على الاقل نشوف برنامج الجزائري اللي حرمني منه. بابا 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 اسمعي يا خالتي، انا نوصيك لو كان بوزيد يجيب تكنيسه واحد اخر راح يكشفنا على الحيله تاعنا. هكذا على الاقل بوزيد يفهم الدرس باش ما يزيدش يبطل خدمته. سبحان الله، غير كيما شفت في دار الشرع وين راجل طلق المرات تاعو غير على جا نهار كامل ويوم قابلته التلفزيون. كل واحد يعرف واش يخرج عليه، ما راناش هنا باش نعطيو دروس للناس. عندك الحق يا خالتي، كيما يقول المثل بالله يتلهى بهمه. انطوليك راهي فرات ان شاء الله بوزيد ما يفيق بوالو. ايه صحة عليكم يا جماعة. واش قدور خليتها زعما خدمت لي التلفزيون؟ واش حبيت نقول لك يا سي بوزيد؟ ايه ولا لا يا دلالة؟ هيا فهم روحك، واش مو هذا ايه ولا لا؟ حاولت باش نصلح جميع القنوات بصح ما قدرتش، سلكت غير زوج. واش حبيت تقول انت؟ تقني في التلفزيون ولا كوردوني؟ وشكون هاد الزوج هادو؟ ما قدرت نسلك غير التلفزة الجزائرية وتيافا. نقولك صح صح يا قدورة، تقنيات هادم ما نفهم فيهم والو. بصح على حسب ما راني نشوف جاب لي ربي الحالة راهي شوية غريبة. لا لا يا سي بوزيد، ما كان حتى حاجة غريبة. أعطيو لي شوية وقت وين نوجد لابياس المخصوصة ونجي نركبها لكم وهذا ما كان. صح يا قدور، أنا موافق، وشنو خفف روحك شوية. بصح نوصيكم في زوج، لا تمسوا والو في التلفزيون، تجمو تخربوا كل شيء. أعطيني الباركو تاعي خالتي ونخلي لك لابياس هنايا حتى نعاود نرجع مرة أخرى. ودرك ريح خاطرك. أنت اللي خاطرك يريح درك، على خاطر عندك واش تحبي. هكذا باش تروح تخدم؟ اللي يسمعك تهضري يقول غير انا اللي نغيب على خدمتي. هذا ما راهوش مبرر باش تتبع لي الفنانين هذو كمثال. انت تعرفي بلاصتك وين؟ راهي ست حزب نهار كامل وانت البوليتيك البوليتيك البوليتيك. انت الناس كيما انت ما يعرف قيمتش حتى يضيع حم يدو. وقيلة عندك الحق. نروح نشوف اذا ما رانيش دوكارد هاد العشيه. الحمد لله راح نخدمتو دوك، انا نشوف المسلسل تاعي. برك حاجة خفيفة ما تخافيش. كيفاش ما بيه والو؟ هو ويتعلم انت تقول ما بيه والو. عدوا لي طبيب عليه. اسمحي لي يا مدام، بصح خدمتي انا والممرض ماشي انت. ايا يلا يلا عندو. خلاص دخلوا معي. يا جليلي كيف صرات مانيش نحس فيها. بابا 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 وين راني؟ وصلني يا مينا يا مينا، وين راكي؟ خلاص دفنتيني وانا حي. ما قتلتك ما دفنتك، صبح حدث صغير هذا ما كان يا راجل. لا 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 راني رايح نموت يا مينا. تهدل خويا بوزيد، حالتك ماهيش خطيره، واش بيك هكذا؟ ولا طيبة وين راهم؟ هذوك نهار نحتاجوهم نصيبوهم باش يكونوا غايبين. الناس على بواد الموت.
ما صابوش في رملي وانت تحوس على الاطباء. راني نقول لك يا ابو زيد ما بك والو برك انا دوكا. هيا بركه ابو زيد. وعلاش وعلاش انت ولي طبيب؟ خلوا الاطباء يخفوا يجوا. رايح نموت، خفوا عليا يا ناس. بركة ما تبالا. كيما قلت لك الناس على الابواب الموت ما صابوش في رملي. وانت يا راك تحوس لي على الاطباء، ما قلتش مي با واحد. نحب يجيو دوك يدوني، واش راكو تستناو باش يدوني السبيطار؟ تهدن خويا ابو زيد، حالتك ماهيش خطيرة، ونداويوك هنا في الدار. لو كان جا السبيطار يستقبل كاع الجرحى مثلك، ولي حالتهم خطيرة، كيف كيف واش نديرو لهم؟ حالتي خطيرة، ياك انتم في رملية، واجبكم تهتموا بصحتي. ها هو الآن يتكلم على الواجب. شفت؟ شفت؟ اليوم تحس بالعذاب اللي كانوا يحسوا به الاخرين. شفيت نهار اللي كنت تغيب على خدمتك؟ واش حبيتوا تنتقموا مني؟ يا شفت يا خويا ابو زيد، بنادم ما يعرف قيمه الحاجه غير اذا ضاعت من يده. بصح ما تخافش دوك نتهلا فيك. سلكوني ما نحبش الموت، ما نحبش الموت، ما تسمحوش فيا يا خوتي. يا مينا راني رايح الموت. جيراني العزاز ما تسمحوش فيا يا جيراني. شفت يا بوزيد، كل واحد ودرته.